أود في مستهل النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب أن أعرب عن ترحيبنا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ وأرض السلام مصر. المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يعقد بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في المؤتمر رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ووفود برلمانية من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المؤتمر محفل برلماني مرموق يمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا أن الظروف العالمية الحرجة تحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية، لا سيما في مسألة التغيرات المناخية. لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماما خاصا بقضية تغير المناخ باعتباره خطرا عالميا محدقا، مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على إرساء مبدأ المسؤولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض. فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات، عبر رؤية وطنية شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تسعى لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة،